مسجد جوجل الخشبي هو أقدم مسجد بمحافظة سامسون التركية، ويعد مثالاً حياً على نموذج العمارة الأناضولية القديم، فقد شيدت جدرانه بطريقة جعلته يصمد 8 قرون بما فيها من حروب وزلازل فشلت كلها في إتلاف بنائه. بني المسجد الخشبي الأقدم من عشرات المنازل في سامسون شمال تركيا على يد حاكم الأناضول السلطان السلجوقي غياث الدين كيخسرو. وفي محيط أثري يضم أروقة ومقابر يعود تاريخ إنشائها إلى 300 عام، أنشئ مسجد جوجلي من خشب أشجار البلوط وبني على ارتفاع 1 متر كي لا يتأثر بمعدل الرطوبة المرتفع في المنطقة. واعتمدت في بنائه تقنية دمج القطع الخشبية مثل لعبة بازل دون استخدام مسمار واحد أو برغي أو غراء، وهو ما يثبت نجاعة فن العمارة الأناضولية وصموده أمام الزمن والظروف الطبيعية. فمسجد جوجلي ما يزال إلى اليوم منتصبا شامخا وقبلة الآلاف من الزوار، وليس متحفا أو مكانا أثريا بل مكانا للعبادة حتى يومنا هذا، ويصلي فيه الناس 5 مرات كل يوم. يتسع المسجد الخشبي 300 شخص، وقد شهد عملية إعادة ترميم منذ 10 سنوات، ويعتقد أهل المدينة التركية أن سبب صموده في وجه الزمن هو الرعاية الإلهية. غير أن الخبراء الذين درسوا معالمه وفحصوا عينات من جدرانه الخشبية انبهروا بصلابة العمارة الأناضولية القديمة، ووجدوا أن الغرابة في هذا البناء الذي يبلغ عمره أكثر من 8 قرون تتمثل في تصميمه على نحو ينهار فيه ناحية القبلة في حالة سقوطه يوماً.